تعالي نتعرف اكتر عليكي بقى، يعني على الصعيد الشخصي، انت بتدرسي ايه، بتعملي ايه، وحياتك عموما ماشيه ازاي؟ انا مفروض يعني خلصت ثانويه عامه، فكنت مفروض ان انا ادخل كليه، فانا اجلت الكليه بسبب ان انا احقق حاجه في الاولمبياد، او ان انا هدفي كان الاولمبياد، فانا ما بعرفش اركز في حاجتين. انت ان شاء الله مسافره المفروض اخر الشهر الجاي، مش كده ان شاء برضه الله. اخر سبعه؟ ان شاء الله. فكنت ما بعرفش اركز في حاجتين، فقلت هركز في الاولمبياد دلوقتي لحد ما احقق حلمي وحلم بابايا، وبعد كده هبقى اكمل في الدراسه. ربنا يقدرك ويوفقك كده في تحقيق حلمك ده ان شاء الله. اشرح لنا بس كده شويه الناس اللي ما بتعرفش عن الكاراتيه قوي، انت وزن كام واللي هي كاتا والحاجات دي؟ خلينا انا كوميتي وبلعب تحت وزن 50 كيلو، بس الاولمبياد هي ضامنين ميزانين على بعض، ال 50 وال 55 مع بعض، فيعتبر هلعب الاولمبياد تحت وزن 55 كيلو. تمام، حلو جدا. طب احنا شفناكي طبعا من خلال التقرير ده، يعني كنت لسه حتى بقول في التقديمه ليك ان انت يعني الشكل عام كيوت وهدوء الدنيا كلها، لكن واضح ان انت لما بتدخلي بقى في المنافسه اهو لسه بنقول اهو، خدي فكره كده، خدي فكره تعالى ناخد فكره اهو. يعني اكيد برضو في مواصفات معينه لازم تكون موجوده في الفتاه، لو احنا بنتكلم على ممارسه الفتاه لرياضه الكاراتيه، ايه المواصفات؟ هل هي مواصفات ليها علاقه بالقوه، ليها علاقه بالرشاقه، ليها علاقه بالوزن؟ يعني ايه الاساسيات اللي لازم تكون موجوده في اي فتاه عشان تصلح وتتالق في رياضه الكاراتيه؟ القوه طبعا والرشاقه ده اساس، يعني في الكوميتي بالذات لازم نعتمد على دول، ونكون يعني الذكاء والسرعه، والسرعه والجراءه، يعني هي محتاجه شويه جراءه على الملعب. اوكي، بس انت فعلا زي ما كريم بيقول بصراحه شكلك عكس يعني ما ممكن حد يتوقعه تماما. يعني ممكن انا شكلي يكون بلعب كاراتيه انا ممكن اجيب رياضه زي دي، بس يعني بس طب احكي لنا عن رضوى اكتر، يعني هل انت في حياتك عامه هاديه زي ما باين؟ يبقى ده عشان التلفزيون. ماشي. طيب حلوة، يعني انا وكريم عايزين بس نعرف اكتر، واكيد الناس دلوقتي قاعده بتسمع بنتكلم مع بطله يعني مصر والعالم في الكاراتيه، فعايزين نعرف اكتر استعداداتك للاولمبياد. انت سبتي دلوقتي مش سبتي، وقفتي الدراسه، بتتمرني ازاي؟ ايه البروجرام؟ عندك فريق وراكي شغال معاكي؟ لازم يكون كل ده موجود. انا في معسكر طبعا في منتخب مصر، بتمرن طبعا مع الفريق المنتخب، بتمرن مع كابتن هاني مدرب المنتخب. أوكي. وكابتن احمد بياضه مدرب الفتنس، فهم ماشيين على نظام انا ماشيه عليه، غير مدربين الخاص مثلا زي كابتن حاتم يوسف وكابتن هبه وكابتن محمد، دول بتمرن برده معاهم، مش بوقف تمرينات، وماشيه على نفس يعني نفس المستوى، نظام غذائي و... طب الشق النفسي بقى، لان انا وكريم بنتكلم كتير، فاكر برده مع ضيوف كتير ابطالنا بيتكلموا عن الشق النفسي، انه اوقات بيؤثر بشكل سلبي على ادائهم او حتى قبل بطوله عشان الضغط، واوقات ما بيبقاش مش كل رياضه ومعاها طبيب مثلا او استشاري. لا احنا معانا بصراحه طبيب، يعني معانا دكتور نفسي دكتور محمد عبد اللطيف. ده بصراحه انا يعني انا كان نفسي انا رضوى ما بحبش الدكاتره النفسيين، بس هو بصراحه ده انت كنت لسه من شويه بتشتكي من عدم وجود دعم نفسي، ربنا بقى على الدكتور نفسي. مش وحش يا رب. لا مش وحش، انا طبعا بشكره طبعا، وقف معايا الفتره اللي فاتت في كل الصعوبات اللي انا عديتها، هو كان واقف معايا بصراحه فيها. جميل. طيب انت برضو يعني على ما وصلتي للي انت وصلتي له، عايزين نعرف منك باختصار كده اللي فات كان ايه؟ ايه البطولات اللي انت شاركتي فيها؟ ايه الميداليات اللي انت حققتيها؟ شاركت في كاس العالم، كانت اول بطوله ليا جبت فيها ثالث، بعد كده لعبت بطوله عالم شابات جبت فيها ثالث، بعد كده لعبت دوره العاب بحر، دوره العاب افريقيه كانت في الكونغو وجبت فيها ثالث. الله، انت ظابطه نفسك على رقم ثلاثه تقريبا. صدفه لطيفه. بعد كده لعبت في 2015 بطوله العالم تحت 21 سنه جبت اول، بعد كده لعبت بطولات بقى بريمير ليج كتير، دي طبعا جبت فيها مراكز، وافريقيا ودوره العاب افريقيه وبحر متوسط وعرب. يعني انت عملت كل الكلام ده وتقولي بفكر اعتزل، وانت لحقتي؟ ده لما دي الطلعايه بتاعتك، بسم الله ما شاء الله انجزتي كل الانجازات الحلوه دي، ما تفكريش في اللي انت بتفكري فيه ده تاني. ولعبت بطوله العالم للكبار 2016، دي من 2005 لحد 2016 في مصر ما فيش حد طلع على المنصه، يعني 2005 كانت اخر واحده، كانت هيبه صلاح طلع على المنصه، بعد كده انا 2016 جبت فيها ثالث، كانت للكبار، كنت اصغر لعيبه تقريبا موجوده في البطوله. غير كده يعني البطولات اللي هي بريمير ليج اللي هي مأهلانا للاولمبياد، دي جبت فيها ميداليات برضو، يعني جبت في المغرب تاني، في الصين تالت. هاي ما شاء الله عليك. ايه اكتر الدول اللي بنتكلم على الكاراتيه بس نسائيا يعني عامله رانكينجز
عالية عالمية. تركيا. تركيا. اشمعنى بقى تركيا؟ ليهم نظام معين اللعبة عندهم مثلا قبلنا يعني؟ خلينا لا، هي اليابان قبلنا بس تركيا جت الفترة دي. لا هم جاهزين قوي يعني، هم بيتمرنوا وجاهزين انهم يعني كلهم ما شاء الله. تركيا بالذات متأهلة في السبعة يعني، احنا 8 هم متأهلين في 7 في 7 موازين ما شاء الله. فهي عاملة يعني بس بدنيا قوي. يعني في فرق كبير مثلا او لا؟ لا ما فيش. هي اظن اوزان في الاخر برضه. في الاخر بتبقى اوزان وكده يعني واحد صح ما فيش فرق. جميل.